ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه. وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن وصول طارق واولاده الى الجزائر والحنين الى الماضي، وان هو طبعا فرحان برجوعه الى اصله الجزائري، ويعني مش قادر يتكلم من كتر فرحته والدموع سابقاه من كتر فرحته بقدومه الى الجزائر، وان هو واولاده هيقيموا عده حفلات في عده ولايات، وطبعا رجعوا الناس الى ايام الطفولة الجميلة. استقبلوا الجزائريين استقبال حافل جدا جدا بالورود والزغاريت الجزائرية المميزة جدا جدا. في اغنية يا جزائر زينك اختف عقلي وسكاني انا وقفك احسان، هي من احلى الاغاني انا اللي بسمعها. تحيا الجزائر وسوريا حبيبي. تحيا تحيا. انا مو سوري على فكره، بس معلومه راح اقول معلومه، انا مواليد سوريا انما جزائري الاب والام، من سيق ابي وامي من تلمسان. هذا حبيباتي، بس والدان بسوريا. هذا حسن حظي انه اصلا البلدين جزائر وسوريا علاقات متينه ممتازه، من يعني بسوريا بيحبونا. اتمنى لحضراتكم كل السعادة وكل التوفيق يا رب العالمين، والطارق وأولاده اللهم أمين. وشوف حضراتكم على ألف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.